قد فاق وساد، أعطى وسقى طور فرقا، أتقن بالبذل الإعداد. يا ديمة خيل وعطاء، ويا مام نقاء وسخاء، يا نجما شعف أبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء، ويا مام نقاء وسخاء، يا نجما شعف أبهجنا. الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. عبدتك إيمانا وحبا وطاعة، وأنس الرضا يا رب قد حل في صدري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم تشهد تجورا حفلة من محافل الخير، وهي حفل تخريج طلبة من المعهد العالي للعلوم الشرعية بتجورا. قاموا بتخريج 3 دفع، وقد تم تكريم هذه الدفع وتم تكريم 3 الأوائل منهم، وكذلك تم افتتاح مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب. هذا المركز الذي بداخله عدة من الخدمات، به مكتبة كبيرة تحتوي على ما يقارب عن 7000 كتاب، وبها قاعات للتدريبات وللنشاطات إلى غير ذلك من الخدمات التي بها، كما أن لها صفحة على الفيس تقوم بنشر كل الفعاليات التي تقوم بها. والحمد لله رب العالمين أن نرى مثل هذه الأشياء في بلادنا التي تنمو عن خير وفضل، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في مثل هذه الحفلات، وأن يبارك في المركز، وأن يبارك في المعهد. وأشكر المشايخ والدكاترة الذين درسونا في هذا المعهد، والذين استفدنا من أخلاقهم وأدبهم وعلمهم، فجزاهم الله عنا كل خير، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الصرح يعني شيء أصبح كالمثل الذي يقول يعني من أوقد شمعة أو اللي تقل شمعة في الظلام. يعني الحقيقة بادرة حسنة ممتازة جدا جدا جدا، لبنة يعني من لبنات العلم والمعرفة، توضع اليوم في هذا المركز الذي نفتخر به ونعتز به أيام اعتزاز، وهو تسمية على عالم من علماء طرابلس الكبار الشيخ علي الغرياني رحمه الله. وكان يقول عنه كثير من مشايخ طرابلس لما يتحدثون عنه يقولون شيخ مشايخنا الشيخ علي الغرياني رحمه الله. فأنا عبد الرحمن غويلك كنت يعني أعرف الشيخ علي الغرياني رحمه الله عليه، وأنا شاب صغير يعني حضرت بعض دروسه، ويعني يستحق هذه التسمية وهذا هذا المقام وهذا الصرح. يعني صرح عظيم تعتز به طرابلس، تعتز به تجورا، تعتز به ليبيا كلها كاملة، وأتمنى أن نرى مثله وعناه نهجه ونسقه في أماكن أخرى من طرابلس ومن ليبيا عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم، الله يساعدكم. أنا فرحانة اللي شفت كتابات ولدي محفوظين مضمونين، بارك الله فيكم، إن شاء الله يستفيدوا بهم الجيل الجاي، وهو إن شاء الله في ميزان حسناته، إن شاء الله يلقاها في الجنة يا رب العالمين. يا ربي ترحم ولادي وتوسع عليه وتلمه في مقام الرحمة، وربي إن شاء الله يجازي اللي كان السبب، الله يجازي اللي كان السبب، الله يرحمه. كل اللي مات طلعوهم، كل الجثث اللي ماتوا طلعوهم إلا نادر. علاش يا ناس ورولي قبره خلي نرتاح، يا ناس قولوا لي حطيناه هنا خلي نرتاح، ما نبيش أنا شيء إلا نشوفه وين، شوف قبره وين. الله لا يسامحهم ليوم القيامة، لا اللي قتل ولا اللي فتي ولا اللي كلهم كلهم كلهم، غير يوروا لي قبره وين أنا نرتاح. موت حق علينا، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الله يرحمه ويوسع عليه ولادي ويجعل مقامه مع الأنبياء والمرسلين، وانتم صحيت وبارك الله فيكم وربي يجازيكم خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة اليوم حدث رائع جدا بكل المقاييس. جئت إلى هذا المكان، نحن الآن في هذه المكتبة، مكتبة الشيخ علي الغرياني، مكتبة رائعة جدا. عملت أنا جولة فيها العديد من المصنفات ومريحة جدا في الجلسة لكل من يأتي إليها، بالإضافة لأن هي مفتتحة من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء كما أعلم، ووقف لله تعالى، وأيضا فيها قاعات جانبية للدردشة بين البحاث، والإضافة إلى الاستخدام النت المفتوح لها. وكذلك طبعا اليوم شهدنا حفل تخرج طلبة دفعة 2018 و19 و20 للمعهد العلوم الشرعية، المعهد اللي لما تكلموا عليه يعني شيء رائع ونفتخر به، يؤسس لعلماء حقيقيين يدرسون المتون والمطولات والعلوم برصانة كبيرة جدا وبتميز عالي جدا. فبارك الله في جهود القيمين على المعهد وعلى هذه المكتبة. أنا شخصيا سأسعد بالحضور بين فترة وأخرى إلى هذه المكتبة الطيبة، ونبارك كما قلت للخريجين ومزيد من الإبداع والعطاء، وهذا هو دلالة المسيرة الحقيقية، أن نحن ننطلق من العلم ويكون فيه هذا الانسجام بين طلاب العلم وعلماء البلد. فليبيا زاخرة جدا بعلمائها الأفداد، وبارك الله فيكم. الشكر أولا لله ثم لإدارة معهدنا على جهودهم المبذولة طوال سنين دراستنا، وثم الشكر لمشايخنا الكرام فجزاهم الله عنا خيرا، والشكر أيضا لأمي التي شجعتني على طلب العلم. يعني هذه احتفالية وهي تتويج لعمل متواصل منذ عدة سنوات. يعني الفكرة بدأت في تكوين معهد العلوم الشرعية من 2012، ثم تجسدت على الواقع وشكلت لجنة لها، ويعني وبدأ العمل، حدت المناهج وطرق التدريس كيف، وبعدين يعني صدر قرار بإنشاء المعهد من مجلس الوزراء في ذاك الوقت، ويعني ثم بدأت الدراسة، ويعني ندب لها يعني خيرة علماء البلاد الذين يدرسون في هذا المعهد. وكانت الفكرة أن البلاد يعني خالية من العلم أو تكاد تخلو من العلم، وأن الجامعات لا تعطي علما وإنما تعطي مجموعة معارف ومجموعة أوراق وملخصات إلى آخره. فيعني اتجه دار الإفتاء اتجهت إلى أنها يعني تسعى إلى تكوين مناهج قوية متينة جدا، وهذا الذي حصل والحمد لله رب العالمين. بدأت الدراسة في العام الدراسي يعني 2013-2014، ثم تتالت وتخرجت أول دفعة منه، وثم الثانية ثم الثالثة، الآن خرج يعني 3 دفعات، ويعني ويعني العطاء كان يعني متميز والنتائج كانت طيبة. يعني كانوا الآن هم مشاريع علماء، يعني درسوا العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، فصارت الشخصية العلمية متكاملة ومتعمقة. فيعني هذا هو العمل الذي كنا نسعى إليه، والحمد لله هذه نتائجه، هي ثمرته، الحمد لله رب العالمين. أولا رغبة في طلب العلم الشرعي وتحصيله، ثانيا تميز المعهد عن بقية الجامعات والكليات بضمه كوكبة من علماء ليبيا، من أفضل علماء ليبيا، واهتمام المعهد بطلابه في الدرجة الأولى. أبي الله يرحمه اللي هو أرشدني لهذا الصرح واللي هو شجعنا نحن نكملوا فيه، وكانت وسيطة لي ولأخواتي إن نحن نكملوا المعهد ونستمر في دراسة وطلب العلم الشرعي. ثانيا حابة نشكر أمي ونشكر كمان زوجي بارك الله فيه، نشكر أهل زوجي، وما ننساش نشكر كمان المشايخ الأفاضل بارك الله فيهم. أولا رغبة في طلب العلم الشرعي، وثانيا حبا في مجالس العلماء وخاصة علماء ليبيا، لأن هذا المعهد ضم أعلام ليبيا الكبار الأفاضل. الحمد لله شعور لا يوصف، سعادة لا توصف، خاصة بعد المسيرة الطويلة هذه والعقبات اللي تجاوزناها. والحمد لله أن أنا
فخورة بنفسي أن أنا اليوم خريجة هذا المعهد وتخرجت على يد علماء أفاضل من أعلام ليبيا. بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خطوة رائعة، خطوة نسأل الله أن يبارك فيها يا رب العالمين وفي القائمين عليها، نبارك في هذه الخطوة اللي تحمل اسم علم من أعلام وهرم من أهرام العلم في ليبيا الشيخ علي الغرياني. هذا الشيخ العالم المؤسس للعديد من العلماء وهو من الرموز الراسخة في بلادنا، مكتبة تحمل اسمه، تحمل العديد من السلاسل العلمية اللي صراحة أتلجت الصدور لما عرفنا أن العديد من علمائنا من الشيخ نادر الله يرحمه، الشيخ المنصف أيضا رحمه الله تعالى، أهدوا هذه المكتبة العديد من سلسلاتهم ومكتباتهم الخاصة، مكتبة وقف نسأل الله التوفيق والسداد وأن تكون خطوة راسخة على ما بدأه علماءنا من خطوات جليلة في تثبيت العلم الشرعي الحقيقي في بلادنا. نسأل الله التوفيق والسداد. أي سنة؟ خريجة سنة 2020. ما هو ترتيبه؟ ترتيب الترتيب الثاني بنسبة 87. ما هي الجائزة؟ 2000 دينار ليبي. طبعا شعوري فرحة عارمة، خاصة مع الأهل والأحباب والأصحاب والداعمين اللي طبعا كانوا أكبر سند لي والدي وزوجي وكل عائلتي الكبيرة. حابة أشكر المشايخ اللي درسوني وإدارة المعهد ودار الإفتاء وكل القائمين على المعهد، وكذلك أتقدم بالشكر إلى والدي الكريمين وإلى زوجي وعائلة زوجي وإلى كل من دعمني خلال هذه السنوات الخمس. كان سبب دخولي المعهد أنا تخرجت من منارة أبي راوي للعلوم الشرعية، وكنت في الحقيقة أود أن أدخل للجامعة، ولكن يعني أبي بعد أن بحث رأى أن الأفضل أن أدخل للمعهد، خاصة عندما رأى المشايخ والمقررات وهكذا. وكان أبي من أكبر الصراحة الداعمين لي، وكذلك أمي كانوا دائما يحببوني المعهد ويشرحوا لي عن أهمية المقررات وهكذا، ولما دخلت فيه تعلقت به، والآن أنا لا شك أنني سعيدة بتخرجي، ولكن هذه السعادة مشوبة بالحزن أنني سأفارق مجالس الذكر ومجالس العلماء التي اعتدت عليها، ولن أشعر أنني لن أستطيع أن أفارق هذا المكان، وأنه لا يعوض ولا حتى بماجستير أو دكتورة. هذه المجالس مع النخبة من المشايخ ومع الكتب لا تعوض أبدا، حتى في ماجستير ودكتورة أبدا. ولهذا مع هذه السعادة أشعر في الحقيقة بحزن، ولا أستطيع أن أتصور أني لن أأتي إلى هذه القاعات وأدرس وأسأل المشايخ. أنا سعيد بافتتاح مكتبة، لأن افتتاح مكتبة معناها هدم سجن، معناها فتح حديقة، معناها غرس شجرة. طالما تفتح مكتبات في البلد معنى ذلك أن المستقبل سيكون مزهر مبهر. نحن نريد أن مزيد من افتتاح هذه المكتبات، خاصة مثل هذه المكتبة المتنوعة والتي تأتي في إطار مؤسسة علمية معنية بدراسة العلوم الشرعية، لكنها متنوعة في محتوياتها، وهذا الذي نريد. لا نريد أن نخرج أو نؤهل متخصص في العلوم الشرعية بمنأى عن بقية العلوم والمعارف. ينبغي فعلا هكذا أن تكون المكتبة متنوعة في كل الاختصاصات، لنخرج مؤهلا في مجال العلوم الشرعية متفتحا على كل الثقافات والتيارات، لأننا نسعى إلى أن نواجه الثقافة بثقافة، أن نواجه الفكر بفكر، لا أن نصادر ولا أن نقف حجر عثرة في سبيل انفتاح الطالب على كل الثقافات وكل التيارات الفكرية. هكذا ينبغي أن تكون المكتبات بتنوعها بتعدد اختصاصاتها، لتؤهل روادها بأسلحة متعددة في مواجهة التيارات الفكرية والانحرافات الفكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نحتفل اليوم بتخريج أول دفعات من المعهد العالي للعلوم الشرعية، وهذه الدفعات اجتهدت كثيرا للوصول إلى نهاية الخمس سنوات، فيها من الأفراح والأتراح والصعوبات كما تمر بأي طالب من الطلاب.
فنتاج هذه السنوات الخمس كان ثمرة حقيقة نرى أو رأينا فعاليتها وجمالها وقوتها في أن معا. فهذه هؤلاء الخريجون هم يعدون الفقهاء الأوائل الذين يتخرجون بدراسة كتب مهمة دسمة كمختصر خليل وغيرها من الكتب العتيقة القديمة. نسأل الله أن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى. الشيء الآخر في هذا الاحتفال أيضا هو أننا نتكلم اليوم على افتتاح أكبر مكتبة في شرق طرابلس وهي مركز الشيخ علي غريان للكتاب الذي يحتوي آلاف الكتب التي يمكن للباحث أن يعني ينظر فيها بسهولة ويسر، منظمة تنظيما إلكترونيا على نظام ديوي العشري المشهور في المكتبات، بمعنى أن الشخص يمكن أن يبحث بنفس الوسيلة هنا أو في أي مكتبة من مكاتب الخارجية، إضافة إلى تسهيل خدمة البحث بطريقة أكبر وهو البحث من الإنسان من منزله قبل أن يأتي إلى المكتبة، يستطيع أن يعرف إذا كان هذا المصدر لديه أم أنه بعيد عنه. فيمكن للباحث عبر هاتفه أن ينظر إذا كان المكتبة تحتوي على هذا الكتاب أو لا. ومع ذلك نقول ولا نزكي أنفسنا، يعني أوجدنا كثيرا من الكتب في كل المجالات، ليست في الدراسات الشرعية فقط وإنما حتى في الطب والأدب واللغة وغيرها من العلوم التطبيقية ونظرية. أما بالنسبة لما يحويه المركز أيضا، ففيه أيضا قاعات خاصة بالسيمينار وهي الجلسات المغلقة للحوار، وأيضا هناك قاعة لإعطاء المحاضرات، إضافة إلى قاعة تكفي أكثر من 100 شخص بالتباعد الاجتماعي مخصصة لإلقاء الدروس والمحاضرات والندوات وغيرها، إضافة إلى قاعة مؤتمرات. وهذا المركز الحقيقة غني جدا بما يساعد كل باحث أو كل كاتب أو كل محاضر يرغب في إعطاء المحاضرات، فهذه كلها هدفها الأساسي هو خدمة المجتمع الليبي ورفعه من قدرة الثقافة عند الليبيين، فهذه هدف من أهدافنا المهمة. على كل حال نسأل الله أن يوفقكم جميعا ويبارك في جهود كل من قام فيها، من تبرع بالكتب، من تبرع بالمال. والحقيقة نذكر الأيادي السخية التي ساعدت بكلمتها وبمالها وبنفسها في خدمة هذا المكان. نسأل الله العلي القدير أن يوفقهم جميعا لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم. السلام عليكم.